شوف شوف فاطمه لابسه جلابه مزيره ودايره السبوغه غادي تقدى. دار ذكرى دار خدمته. اضربي على سمعه خارجه من الحمام. ما تكون غير دايره علاش؟ والعربي راه وصل من الطليان مع شي 4 الصباح. ويلي مشيتي الحديده اللي جاب هذاك الشيء ديال الافلام. ما يكون غير تيبيعها. العربي راه مهلي في مراتو راه يلاه جا من السفر. الصحو راه عمي وما يدير. شتي احمد حميد وكال مالو؟ السبت عنده العرس بواحد الرقيقه اسكوليط. شي وفا برد دبرنا عليها وعلى برا. يا راه حالك على برا. اشتغلت الخير ولا لا؟ انت اللي سير حالك الخير. لا كون نعطيك شي جوج انت سير. والله الا درت اللوحه ديالي. اشتغلت الخير ولا لا؟ انت لا والو. شكون اللي دار الفكره؟ واخويا انت درتي فكره وكنا نرسمت الفكره ديالي. واخويا نرسمت وانت عطيتي لا اخويا حتى الطابلو ديالي والو اخويا. دابا خليه يبقى راه اخويا بروكس. نمشيو للبوليس. كاين شي بوليس هنا؟ قلبوا على البوليس. بوليس ما كاينش. ولا غيحكم بيناتنا. وديالي انا اللي عطيتك الفكره. وانت اخويا عطيتي الفكره. انت غتسرق لي الفكره. اخويا رسمت اخويا. لا رسمت شحال اسيدي شحال. وانت خلينا واش راه غدير لي ولدي ولا. قلبوا يلا يلا مشيو للبوليس يلا 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 قلبوا. حمزه تي في فنان تشكيلي شاب عندي تفكير مختلف وكنطمح لجديد وكنكره التقليد. حاولت ناسس فكر جديد في الفنون التشكيليه من خلال المدرسه المتمرده المتجدده. السلام عليكم، رشيد المناصفي. تنحاول نولي انسان في بزاف ديال الجوع. الجوع ديال القرايه ديال السفر ديال المعرفه. الجوع ديال الدماغ ماشي ديال الكرش. الكرش راه ساهله وهذا ما كايناش. غنبغي نكون انسان ما يمكنش يكون شي حاجه. تفسير اللوحه عندنا الرجلين. الله عطانا رجلين خلقهم لينا لتحت باش نتمشاو عليهم وتكون واحد القوه فيهم اللي هما اللي تهزوا الجسم ديالنا كله. عندنا اليدين كفوفين. الله عطانا اليدين باش يكونوا الفوق تنخدموا بهم كيف السبعان متحدين حتى حنا نتحدوا. ولا اتحدنا تنقولوا اليدين اتحدوا نقدوا نبنيو ولا نقدوا نهدموا ولا نقدوا نديروا بزاف ديال الحوايج. للاسف اليدين مقلوبين ومكفوفين. مكفوفين يعني دوك اللي بغاو يخدموا في المجتمعات ديالنا ما تنخليهمش يخدموا ما تنخليهمش يديروا شي حاجه. كنديروا لهم السابوطاج حتى كيوليو مساكن دايرينها ما عندهم فين يمشيو. او ديالها حتى اللي بغى يهضر ولا عنده تفكير ولا هذا تنقمعوه تندخلوه للحبس ولا تنسدوا عليه. عندنا الاذن. عندنا الودنين. الودنين عطاهم من الله باش نسمعوا ولكن للاسف في المجتمعات ديالنا ما بقيناش كنسمعوا بودنينا ولينا تنشوفوا بهم. ما بقيناش كنسمعوا بودنينا حنا ولينا تنسمعوا بالودنين ديال الناس. تيقول لك وقال لي يا فلان فلان سمع. واش سمعتي انت؟ لا ما سمعتش انا. هو سمع هو دوك ولينا تنسمعوا بودنين ديال وحدين اخرين اللي سمعوا سمعوا كل شيء غلط ولا مقلوب ولا سمعوا اللي يبغى. عندنا الجنين. عندنا الجنين كي كتشوفوا الجنين هو الوليد. يعني دوك الامراض ديالنا ديال قله التربيه والتبرقيق والنميمه والهضره في الناس وداك النقص من الناس حيت حنا فينا نقص باش نخبيو النقص ديالنا تنهضروا على الناس وحدين اخرين. بحال تنقولوا الجمل ما كيشوفش الحديبه ديالو تيشوف الحديبه ديال الناس اخرين. واش كنديروا؟ كنخرجوها في وليداتنا. هو ولدنا صغير ما تنساوش بلا الدري مي عنده 6 شهور في كرش امه راه تيبدا يسجل اي حاجه كيسمع كتسجل وما تيخرجش تيخرج لك عوج وسير انت صوبه. يعني ولادنا تربيهم الهضره الخاويه تيخرج من الكرش مربي هضره خاويه. وفي نفس الوقت في التربيه في الدار تنبداو نكريتيكو في الجار تنمموا في عباد الله تنتقدوا هذاك حل هذا ابيض هذا مسلم هذا يهودي هذا غليظ هذا رقيق حتى وليداتنا تنعوجوهم. عندنا الدمعه. الدمعه راه تنقولوا المجتمع ديالنا كله تيبكي وبعض المرات ما كنشوفوش الدموع ديالو هو تيبكي ما كنشوفوهمش. علاش تخدم؟ علاش؟ حيت كلشي مهموم كلشي مكرفص خربنا راسنا براسنا. بقينا كنهضروا على الماضي جدودنا اشنو داروا. حنا ما كنصنعوش حتى صنداله ديال ميكا عباد الله. ما عندناش باش نفتخروا ولينا عيب عيب في العالم مي كنسافروا عيب تقول راك من هذاك المجتمع او من واحد المجتمع. إن ولينا تنخلعوا الناس بالكلمه بالهضره ديالنا وليتي تتخاف تهضر حتى بالعربيه. الا سمعوها غيخويو غيمشيو بحالو. عندنا العين.
العين عطانا الله باش نشوفوا باش نتمتعوا بها والعين كتدخل المعلومات للعقل ديالنا اللي كتعطي اي حاجه سواء كذوبه ولا كتعطي شي حاجه صحيحه او هذا. للاسف خلطنا الحواس ديالنا، كي شفتوا هنا العين وسط الودن، يعني ولينا تنشوفوا بودنينا وتنسمعوا بعينينا، وهذا الشيء كله منه غير باش نبينوا بلا الحواس تقلبات، وهذا هو المجتمع ديالنا او الوطن ديالنا. بلاص ما كل واحد يديها في راسه قلبنا حنايا كلشي، ولينا كنتمشاو بيدينا ورجلينا الفوق. ان كل الله بغينا نجمعوا يكون عندنا التفكير ديال الزبل او عندنا واحد التفكير مريض، كان الله يخلقنا براسنا لتحت، يعني راسنا لتحت غادي مقلوبين غادي نشموا الزبل وكنجمعوا الزبل. للاسف هذا هو حاله المجتمعات ديالنا. اللوحه تعبر عن نفسها. المهم راه غير ضاحكين معاكم كي قال حمزه، راه كنا كنضحكوا. الغرض هو ما هذا الفيديو الصغير اللي درناه في بروكسل في بلجيكا، هو نعطيو العبره ان المجتمع ديالنا غادي تيفقد الركائز ديالو اللي هي احترام، الاحترام والتسامح ما بقاوش عندنا. نتمنوا هذه اللوحه هذه عبرات لكم على المجتمع ديالنا كيفاش كاين، وما كرهتش كل دار تكون فيها واحد اللوحه بحال هكا باش ملي كتفيق كتشوفها، ملي كتمشي تنعس كتشوفها، باش ما تعطيش هذا الشيء لوليداتك وما تدوزوش، حيت كثروا فينا العيوب. بلاص ما نديوها في راسنا ولينا كنديوها في الناس، ولينا حاضين الناس اش كيديروا ما كيديروا، ولا سمعنا شي حاجه تنديروا عليها كتاب وهي ما كاين منها والو. وفي الاخر شنو هو؟ كل يديها في سوق راسو. كي كتشوفوا معنا اللوحه او الطابلو راه كيتواجد لحد الساعه في بروكسل، عطاو شي ناس فيه الثمن اللي بغاو يشريوا اللوحه ونخليو حمزه يهضر عليها. بالنسبه للثمن عطاو 1500 اورو، واللي عطى اكثر مرحبا، ويعني نقدر نصيفطها ليه في اي مكان في يعني في العالم. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السياسة والجريمة. عنوان حلقة اليوم هو الهضرة في الناس، مرض، ثقافة أم تقاليد. كل هذا غادي نناقشه إن شاء الله في حلقة اليوم رفقة الدكتور رشيد المناصفي، وأيضا الأخ حمزة اللي هو فنان تشكيلي ابن مدينة الدار البيضاء مقيم بالديار البلجيكية. مرحبا بالضيوف الكرام، وايضا قبل ما ندخلوا في اطوار هذه الحلقه هذه بغينا نشكروا الطاقم التقني لقناه بلا ماكياج على هذا الفيديو هذا، وكنبغي نشكر الضيوف والمشاهدين الاوفياء. اذا على بركه الله سي حمزه، مرحبا بك. اهلا اخي العزيز، شكرا لك وشكرا للاخ رشيد دكتور الناصفي على هذه الاستضافه هذه، وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. سي رشيد، شكرا مرحبا بالجمهور المتتبعين ديال بلا مكياج او ديال المواضيع ديالنا. حلقه اليوم غادا تكون ان شاء الله مثمره وكتصب يعني في المصلحه ديال الشعب المغربي، وهو واحد الموضوع اجتماعي كاين في جميع المدن وجميع الاحياء وجميع الازقه. اذا على بركه الله راه كاين حتى في الحيوطه، فالحيوطه ديالنا لاصق فيهم هذاك الشيء، ماشي غير بنادم، الحيوطه. فعلا. اذا اول يعني اول تساؤل كيبغي يعني كيبغي السي حمزه اللي الجمهور كيعرفك كفنان تشكيلي، يعني الفكره ديالك على قبل الفيديو هذا مني كيتصل بك دكتور رشيد المناصفي في التجربه اللي عنده بالدبلومات وتبارك الله بالكفاءات اللي عنده، كيتصل بك رشيد وكيقول لك مثلا على هذه اللوحه هذه ديال المتمرده المتشدده، يعني كيفاش جاك هذا الاتصال؟ كيفاش جاتك هذه الفكره هذه؟ تقدر تشارك مع الجمهور هذه القصه هذه؟ تفضل. هي بصراحه الفكره ديال المتمرده المتجدده هي صراحه فكره كيفاش جات، هي جات سبونطاني. كنت يعني في مدينة الدار البيضاء، أنا كنت تقريبا في العمر ديالي كنت صغير، وكنت يعني كنعرض مع جميع ديال الفنانة يعني كانوا كبار شوية في العمر ديالي،
وكنت عرضت واحد اللوحه ديالي اللي عباره على واحد السروال اللي كنت كنلبسو، وهذاك السروال كنت انا قطعته ولصقته في هذيك اللوحه. ومنين علقتها في المعرض مع الفنانه، بحال منين شافوا ديك اللوحه بحال ما عجبتهمش. انا منين علقتها في الوقت اللي جيت لقيت اللوحه ديالي ما كايناش في المعرض، بديت كنقلب عليها ما لقيتهاش. منين مشيت يعني في الوقت اللي لقيت فيها اللوحه هزيتها. انا ديجا كنت كنلبس ديك اللباس ديالي يعني كله ملطخ يعني بالصباغه، وفي الوقيته ديال المعرض كنت لابس ديجا هذاك اللباس. وفي واحد الوقت اللي هزت فيها ديك اللوحه وحطيتها على الرجل ديالي، وكان واحد من الجمهور اللي كان كيجي يعني المعرض شاف فيا ويقول لي واو لوحه متحركه. منين قالها لي انا خرجت عند الجمهور بهذيك الطريقه، يعني لوحه متحركه يعني كتمشي، لوحه ماشي يعني ماشي ليست تلك اللوحه يعني المحلقه في الحائط تنتظر الرحمه. دابا ولات لوحه فيها واحد الحركه، فيها واحد الديناميكيه، يعني كتحرك كتكلم كدير بزاف الحوايج. من تما بدات انطلاقه ديال الفكره ديال المتمرده المتجدده، والحمد لله يعني فاش بدات انطلاقه ديالها لقات الاعجاب ديال بزاف ديال الناس. ومن تما يعني بدات واحد الحياه اخرى ديال الفكره، انها فكره جديده ويعني يعني ما سبقش انها كاينه، يعني الحمد لله لقات الاعجاب عند الناس وصافي بديت كنطور فيها. ومن بعد بديت غادي كنطور في الفكره كنطور، والحمد لله لقات اعجاب وسبق انه جاو على الفكره على اساس انها مدرسه وفكره جديده وصافي. وبدات الانطلاقه ديالها واشتغلت عليها وسبقت درت بها معارض في بلجيكا وفي اسبانيا، والحمد لله لقات اعجاب يعني عند الجماهير البلجيكيه وعند الجماهير الاسبانيه وعند الجماهير الفرنسيه. ودابا حاليا انا مستقر في بلجيكا، وانا ما بغيتش نخلي الفكره محدوده غير في المغرب، يعني حاولت انا الفكره نخليها منتشره في العالم. انا العالم. حاولت انني نجي باش نعرف بالفكره ديالي هنا في بلجيكا، والحمد لله يعني سبق لي يعني مؤخرا قمت بواحد العمل يعني داخله فيه هذه الفكره ديال المتمرده المتجدده في واحد السونتر، يعني سونتر ديال الاجانب هنايا. والحمد لله يعني قمت بواحد العمل ديال عباره على بيرفورمانس، يعني واحد فن ديال الاداء بالفكره ديال المتمرده المتجدده، ولقات اعجاب والحمد لله. هذا هو الهدف. فعلا فعلا، شكرا الاخ حمزه الفنان التشكيلي ديالنا، وهذا بالنسبه لنا احنا شكرا. كشعب مغربي شرف ان شاب ابن مدينه الدار البيضاء مغربي يعني كيمثل المغرب وكيعطي واحد الصوره رائعه للفنان التشكيلي المغربي والفنان بصفه عامه. شكرا سي حمزه. شكرا. تفضل. واحد النقطه ما تنساش، يعني حمزه انت في يعني راه جا من منطقه شعبيه وحي شعبي، منطقه سيدي عثمان، يعني حي ولد الشعب. ولد الشعب فعلا فعلا، وهذه قناه ديال ولد الشعب. عندي واحد الرساله لو بغيت نقولها يعني المتتبعين، ان الانسان اذا كان عنده واحد الهدف رغم انه واخا يكون يعني وسط واحد يعني واحد وسط الشعب، يعني الشعب راك عارف الثقافه ديال الشعب، إذا كان عنده واحد الهدف وباغي يوصل ليه أكيد أنه إلا اشتغل عليه وعطاه الاستمرارية وبقى كيخدم راه أكيد غادي يوصل ليه. فعلا، شكرا أخ حمزة على هاد على هاد كما كنقولوا هاد المعطيات وعلى هاد الشرف ديالنا مشينا معاك واحد العالم صراحة. كنشكرك وحنا متشرفين أنك يعني مغربي وكتمثل المغرب في الديار الأوروبية على العموم. حنا كما جرت العادة فيديو ما يمكنش الطاقم التقني لقناه بلا ماكياج يديروا يعني عبثا او اعتباطي، عنده واحد الميساج غادي نمشيو عند الدكتور رشيد مناصفي، يعني علاش درتي هذا الفيديو والتفسير ديالك اللوحه ديال المتمرده المتشدده عفوا. اول حاجه علاش درت هذا الفيديو، انما دخلت المغرب في 2006 لقيت بلا الناس كيضيعوا بزاف ديال الوقت غير في الهضره. الهضره ماشي شي هضره عامره، هضره خاويه. وداك الوقت اللي دوزت لي اكثر من 10 سنين زاد اكد لي بلا عدد ديال الناس كيضيعوا ديك الطاقه ديالهم غير في الهضره، والهضره الخاويه اللي ما كتغني ما كتشبع كي تيقولوا.
والاغلبيه، ماشي الاغلبيه اسمح لي، واحد النسبه كبيره فعلا. حاضين غير طالع ونازل، هذا دخل هذا دخلات هذا شرى هذا هذا، تقرقبونا بلاص ما يهضروا على المشاريع او اجي نديروا مشاريع او نديروا الخير ولا نديروا شي حاجه، كنهضروا على الناس، وهذا معروف حاجه عالميه معروفه، الشعوب المتقدمه والمثقفه كيهضروا على المشاريع، والشعوب اللي ما عندهم بزاف ما يتقال تنقولوا الوقت خاوي كيهضروا على الناس على بعضياتهم. دوك انا في واحد الفتره بحال اللي تنقولوا مرضوني انا، حمقوني ب شي حاضي شي شي تيهضر على شي، تيهضروا عليا تيهضروا على هذاك كيهضر على ذاك، وكي كتعرف اللي غادي يجي يعاود لك على شي واحد اخر راه غيعاود على الناس عليك حتى انت. هذه 100% ما فيهاش الهضره. هي فاش جات هذيك الفكره باش يدار دار هذيك اللوحه، اتصلت انا بحمزه كهو كرسام احترافي وهذا، عطيت ليه الفكره وقلت ليه كيفاش تصورت انا تفكير ديال الشعب المغربي وعدد ديال المجتمعات اللي حتى هما كتنطابق فيهم هذوك الصفات. هي فاش درنا هذيك اللوحه رسمها ليا اكزاكتومون كيف بغيتها انا، غنطلبوا من الطاقم التقني يطلع علينا اللوحه نشوفوها. فعلا كتبان لكم اللوحه؟ فعلا كتبان اللوحه كي كتشوف هي صوره للمجتمع العربي عامه، ونبقاو حنا غير في المغرب، واحد العدد ديال خوتنا اللي غادي مقلوبين كي كتشوف، راه فسرتها في هذاك الفيديو، راه كتشوف اليدين لتحت الرجلين للفوق، يعني بنادم غادي مقلوب، حياته مقلوبه وحياته مقلوبه مخسره وكاره راسو، اش غايدير؟ غايزيد يكره الناس في ناس اخرين. كتشوف حتى في الوسط ديال الصوره ديال اللوحه راه كاين واحد الجنين، يعني حتى ولادنا ملي تنولدو تنخرجوهم عوجين، فيهم الهضره ديال القيل والقال وفيهم العنصريه، هذا قنيطري هذا رباطي هذا كحل هذا ابيض هذا فاسي هذا طنجاو، غير بيناتنا منوضين الحرب صراعات بحال راه حنا هما احسن امه ولا اش غادي نسميوها، حنا احسن بشر اللي كاين في العالم، حنا كلنا عيوب. هذا هو التفسير. مين اللي بغى يزيد يتمعن ولا هذا راه يدخل اللوحه ولا غيدخل الفيديو اللي كنا درنا دابا قبل، وراه غادي يشوف بزاف الحوايج تما. شكرا الدكتور رشيد المناصفي، شكرا على التفسير هذا المعطى. كنظن ان الاخ حمزه معنا واقيلا في البث، لا اعتقد. كنشكر الاخ حمزه ريثما انه التحق، وايضا كنشكر المتتبعين الاوفياء ديال قناه بلا مكياج. الكونيكسيون كيبان لي هذا الشيء اللي بان لي، تحيه لجميع المتتبعين الاوفياء. اذا دكتور رشيد المناصفي، يعني علاش الناس كتكلم على الناس، يعني علاش كتكون هذه النميمه، شنو الاسباب ديالها؟ شو نخرجوا لها ديريكت، الاسباب ديالها هما عديده، راه نقدر نقول لك قلت ما يدار عقليا جسديا وعمليا. نقدر نتجرأ ونقول لك راه شنو نقول لك، قلت ذاك اللي كنسميه الاي كيو، شبه ما كاينش عند بنادم في الدماغ ديالو. عدم التربيه مشكل كبير في المجتمع ديالنا، الكلام في الناس راه ما تنساش بالله راه تهدم عدد ديال الناس وحدين اخرين، وخاصه الحياه ديالهم تهدمها، وكيتسبب في عدد ديال الامراض والعقاد للناس، وكاين اللي تسبب ليه حتى في الانتحار، كاين اللي انتحر حيت الناس كيهضروا عليه وما عارفش كيفاش يخرج من هذيك الازمه او كيفاش غادي يتحملها. هذا النوع تيكون من النوع اللي كيهضر في الناس ولا كينمم في الناس، كيكون من اصحاب القلوب المريضه، غنسميه مريضه حتى هذا راه مرض عامره بالشر، والامثله راها كثيره. كي كنقولوا من نعم رجعت يا حمزه، مشكل الخطا كان عندي في الشبكه، كنعتذر من بعد يرجع لك. هي اسمها هذا المقتطف الاخراني، هي بصراحه الى جينا نشوفوا حتى قلت ما يدار حتى هي راه كدير مشكله اخي رشيد، ان الانسان اللي كيكون عنده ما يدار تولي حاضي الانسان الاخر اللي كيدير، فهمتي؟ واش يقول لك؟ شوف يقول لك اللي قال ليك راه غايقول عليك،
اللي نقول لك راه غينقل عليك، واش فهمتي؟ النميمه هي تنشوفها كمرض، شخصيا كنشوف انا كمرض اخلاقي، دمر عادات ديال العلاقات الاجتماعيه ما بين الناس. بنادم مريض وتيكون عنده واحد مش نقول لك واحد الضعف النفسي والنفاق الاجتماعي. صح. صحاب النميمه تيكون بنادم كله عيوب، فاشل في حياته وكاره راسه، وباش نغطي او باش يغطي على هذا الشيء كله كيبدا يهضر في الناس. ولكن الفالطه حتى ديال هذوك اللي تيجلسوا يسمعوا ليه او كيعطيوه الفرصه باش يجلس يهضر لهم. انكو كان بنادم قوي كان يقول ليه حبس، ملي كنت عايش في المغرب كان يجي بنادم بغي يهضر لي على شي واحد ولا شي هذا، يقول لي حبس اخويا ما نسانيش، ما تهضرش معايا، ما محتاجش لهذيك المعلومه، ما عندي ما ندير بها، حيت الهضره في الناس تقول لي بعاد مني، ما عنديش من الهضره في الناس. النميمه عند شي ناس هي مرض العصر، تسميه مرض العصر عند النساء وعند الرجال، والاسباب ديالها كثار. ونزيدك شي نقاط، كان نقص في التعليم مثلا، سبب ثقافي وتقليدي او في التقاليد، نزوز العامل الاقتصادي منه البطاله، حيت كتعطيك بزاف، او البطاله كتعطيك بزاف ديال الوقت ديال الفراغ باش تجمع او تجمع معلومات على الناس، باش من بعد تولي كتقلب على من تفرق هذه المعلومه، غادي وكتهاك غادي وكتبلبل غادي وكتهضر في الناس. واللي كيهضر في الناس كيكونوا عنده جوج ديال الوجوه، عاد نزيدوا الجهل والفقر المعنوي، ان حتى الدماغ ملي تنقول الفقر المعنوي الدماغ تيكون خاوي ما عنده ما ي... سي رشيد لكن ممكن الصوت لكن ممكن دابا الصوت رجع مول وي فعلا اليوم قلت لك اللي كنهضروا اللي كنهضروا في هذوك اللي كيهضروا في الناس يكون عندهم جوج ديال الوجوه، عاد نزيدوك الجهل والفقر المعنوي. كاين اللي ما عمره قرا حتى ورقه، ورقه ما قراهاش عباد الله في حياته، كتلقى شاد الجورنال بالمقلوب وما كاين والو. ولا شفنا السيكولوجيه ديال النميمه وعلاش البشر تيميل للقيل والقال والهضره في الناس، غتلقى ان البعض الا ما هضروش عامه بحال الى النهار ديالهم راه خاسر، الا ما هضرش الناس زعما راه ما دار والو، ما دار حتى شي انجاز. ولا هضروا في الناس كيهضروا دائما بالشر، ماشي تيهضروا بالخير ولا بشي حاجه اخرى ولا. وكي كتعرف اللغه الهضره راه هي طريقه ديال باش كتجمع الناس، ولكن للاسف كنتجمعوا كنهضروا على الخوا الخاوي. شخصيا كنشوف انا النميمه او القيل والقال خاصية كتميزنا عن الحيوانات للأسف، غنوصلوا لهذه الخلاصة هذه، لدرجة أنها ولات رياضة في المجتمعات ديالنا. ما كراش كون كان شي حبس أو شي سجن غير ديال اللسان، اللسان كنشدوه ندخلوه للحبس نسدو عليه بوحدو، حيت الجسم المسكين راه ما دار والو غير غادي يتابع. فهمتي القضية كي دايرة؟ واحد القضية أخي رشيد، حتى إلى لاحظت في المغرب أن يعني كثرة المقاهي يعني بكثرة في المغرب، حتى الناس اللي كتجي تشوف كتلقى يعني في الأحياء الشعبية، أنا كنتكلم على الأحياء الشعبية قهوة قهوة يعني قهوة ملي كتجي تشوف كتلقى أن في الأحياء الشعبية قهوة حدا قهوة، وكتلقاهم كلهم جالسين يعني خارج ديال الشارع، عاد كتبنا قهوة كتلقاهم خارج ديال الشارع قهوة واحدة قهوة بيناتهم قهوة، عاد كتبنا قهوة، عاد القهوة مول القهوة. راه فعلا وكتلقاهم يعني كيقضيو واحد الوقت طويل في القهوة، يقدر يبدلك من 9 الصباح حتى 6 العشية. قهوة واحدة شادة تيقول لي خليها عندك تنرجع عليها، أنا غنمشي سخن سخن. راه فعلا. شكرا دكتور رشيد المناصفي. غادي نمشيو عند الاخ حمزه، او ايضا قبل ما ندوزو عند الاخ حمزه كنبغي نشكر المتابعين الاوفياء، وما تنساوش انكم تفاعلوا معنا بتعاليق ديالكم اسئله وتساؤلات ديالكم. اذا الاخ حمزه كنعرفوه كفنان تشكيلي من الجاليه المغربيه المقيمه ببلجيكا، يعني حتى دوك الناس الاوروبيين يعني تقدر تهضر لنا مثلا كيفاش كيتفاعلوا مع الاعمال ديالك،
شنو هو الجديد ديالك؟ يعني تقدر تعطينا واحد النبذة على الحياة اليومية ديالك للمتتبعين اللي كيشاهدونا الآن؟ شكرا. تفضل. هي في الصراحة إلا جينا نشوف واحد المقارنة يعني ما بين المغرب وبلجيكا، يعني احنا نتكلموا على الشعب البلجيكي والشعب المغربي، يعني كاين فرق كبير. ان الشعب البلجيكي يعني كتلقى عنده ان عنده ثقافة، انه عنده قراءة، كيقرأ، كيبحث، كيبغيو يعرفوا، كيبغيو يتعلموا. المغرب العكس. الفن هنايا الصراحة، الفن هنايا في بلجيكا فرق كبير ما بين بلجيكا والمغرب. انا تندوي على الفكرة ديال المتمرد، يعني كيفاش، يعني حتى انا اشتغلت عليها في المغرب واشتغلت عليها هنا في بلجيكا. يعني هنا في بلجيكا لقيت واحد الاقبال، يعني بصراحه يعني ملي كيجي كيشوف واحد العمل كيجي كيبدا يناقش معاك، كيفاش درتي هذه، كيفاش صوتي هذه، كيفاش جاتك الفكره، كيفاش، يعني كتجي كاينه واحد المناقشه. في المغرب صراحه لقيت معاناه، بالاخص الاحياء الشعبيه. انا ملي كنت حيت انا كان اللباس ديالي بصراحه، كان اللباس ديالي يعني كله صباغه، كله يعني انا بحال قلتي انا هو اللوحه كنمشي في الشارع، يعني لوحه كتمشي في الشارع. انا ملي كنت في المغرب صراحه حتى انا ولدت حي شعبي، فين ما كندوز يعني في الشارع ولا في اي مكان، يعني في الاحياء الشعبيه كلشي كيضحك عليك، كلشي تيقول شوف شو كيدير، يعني ما كتلقاش راسك مرتاح. انت واخا انك دير واحد الحاجه زوينه وشي حاجه اللي فيها فن، يعني شي حاجه اللي كتعطي واحد الطاقه ايجابيه، انه فهمتي كيفاش؟ يعني بصراحه لقيت معاناه، يعني في المغرب لقيت معاناه في هذا المجال هذا. ولكن صراحه ملي جيت لهنايا بلجيكا صراحه عجبني، يعني عجبوني الناس ديال بلجيكا، يعني بالاخص ملي كيشوفوا واحد العمل جديد او لا كيشوفوا واحد الفكره جديده كيجيو كيناقشوا معاك فيها، يعني كيفاش صوتيها، كيفاش درتي ليها، كتجي انت كتناقش، كتزيد تطور الافكار ديالك. هنا فيك تلقى واحد المقارنه يعني ما بين المغرب وبلجيكا. وان شاء الله دابا حاليا انا كنوجد في واحد، يعني تقريبا نقول عندي 3 ديال المشاريع. عندي واحد المشروع بعدا كنوجد فيه دابا مع واحد الاجنبيه هنايا، هي شامبيون ديال اوروبا، وان شاء الله غادي نديرو عباره على فيديو كليب، يعني بشكل فيديو كليب، وغادي يكون فيه واحد البيرفورمانس، وهذاك البيرفورمانس يعني غادي يكون كله غادي يتكلم في واحد المعرض، يعني في واحد يعني كنقولوا حنا ورشه، يعني ورشه ديال الفنان، ان الفنان كيتكلم مع اللوحه ديالو. ديك اللوحه غادي تكون يعني بحال قلتي ثلاثي الابعاد، اللوحه غادي تخرج وغادي تجي غادي تتكلم معايا. والحمد لله دابا حاليا حنا كنوجدوا فيها، ودابا راه كنوجد، دابا راه لقيت ليكيب اللي غادي يخدموا معايا، يعني غادي يكون ايكيب لا علاقه بالمغرب، لا علاقه، ما كاينش فيه المغاربه، يعني كلهم مبدعين خارج المغرب، كلهم اجانب. وان شاء الله قريب ان شاء الله غادي نخرج هذه الفكره هذه، وان شاء الله غادي يكون عندها نجاح ان شاء الله، وان شاء الله في العالم. هذا هو الطموح ديالي. ان شاء الله ان شاء الله، ونتمنى لك الخير من كل، يعني من كل القلب ديالنا. صراحة الجالية المغربية معروفة بأنها يعني كتحمر الوجه ديال المغاربة في العالم كامل، فقط كيلقاو كما قلتي أنت، كيلقاو العصا في الرويدة، السابوتاج كيلقاو غير في هذه البلاد السعيدة، سبحان الله العظيم. يعني في جميع الميادين وفي جميع المجالات المغاربة معروفين، مبدعين رائعين، كبار العالم، ولكن ملي كيكونوا داخلين البلاد ديالهم الأم كيبقاو عراقيل، كيلقاو بزاف ديال الاشياء اللي ما كتشجعهمش وما كتريحش في الطموح ديالهم. حتى هاد الهضره اللي قلتي ديال انك مثلا في الحي ديالك كتنتقل وكيبقاو يضحكوا عليك، يبقاو يعايروك، او داكشي هادي راه هي داخله واحد الجزء ديال النميمه، حتى هي اللي مشينا ليها في البعد ديالها، راه فيها واحد الجزء ديال النميمه. حتى عوض ما تمشي تعاير واحد الواحد كيدير واحد الفكره وكيبغي يعبر على واحد المشروع ديالو، سير حتى انت اجتهد، سير حتى انت على الاقل ما تقدرش تشجعيه، سير بحث، سير دير شي حاجه، ماشي تبقى هذه حتى هي راه داخله في اشكال النميمه. يا بصراحه الكلام اللي قلتي كلام على صح صح صح. كان وقع لي واحد الموقف هو شويه مضحك، ولكن هو الموقف في واحد الضربه لهذوك اللي تكلموا عليا. أنا في عجاله غادي نعاودوا. تفضل تفضل. واحد المره كنت واحد المره بصراحه يعني كنت يلا صوبت واحد اللبسه، وهذيك اللبسه قلت والله حتى غادي نخرج بها، يلا ديك الساعه يلا صوبتها، خرجت بها. تميت خارج في الشارع، جا واحد تميت بحال قلت حنا تنقولوا ولد الدرب، يعني ولد الحي، جا عندي بدا كيضحك عليا، اش هاد التخربيق هذا، بقى كيضحك كيضحك كيضحك.
انا شنو درت كاع ما تسوقت ليه، مشيت فين مشيت، انا كنت ديك الساعه كان عندي موعد قول في عين الدياب، كان عندي موعد غادي نشد واحد العمل فني تمايا. ملي مشيت لعين الدياب واحد داز غير في الشارع شاف واحد الشابو ديالي وشافو بحال قلتي حماق عليه، قال لي والو بغيتو والو هذاك الشابو انا ما بغيش نتفاك معاك بيعو ليا كثير ديالي. قال لي لا والو، عاد بقى كيسول فيا قال لي كيفاش صوتي كيفاش هادي، فسرت ليه العام الفكره ديالي وفسرت ليه زعما كيفاش صوتها وهذه هذه، قال لي غتبيعو ليا، قال لي الثمن اللي قلتي غادي نعطيه له. قلت له صافي واخا واخا، نورمال ما كنبغيش نبيع الفن ديالي بواحد خاص اللي كان واحد الحاجه اللي عزيزه عليك صوتي هذاك انت صراحه ما كنبغيش نبيعها. كيف قلت لك يعني بعتها لي تقريبا نقول بواحد ديك الساعه عارف يعني في البدايه ديال الفكره تقريبا نقول واحد 3000 درهم. ملي بعتها لي تمي جاي دزت حدا هذاك اللي كان كيعايرني، بديت كنحسب فيها هذاك هذاك جواب فهمتي، راه جواب واضح ها واحد ها جوج ها ثلاثة ما دوقتيش ما دوقتيش لا هذيك هي احسن طريقه ترد على بنادم. دازت مده مشيت لعندو قلت لك تضحك عليا ياك وعرفت ضحكتي عليا وكذا وكذا، قلت له عطيني داك الشابو اللي ضحكتي عليه يا راه بعتو ب 3000 درهم سبحان الله. وجا باغي تصور معايا سبحان الله العظيم. اذا شكرا اخ حمزه على الحضور ديالك، نورتي هذه الحلقه صراحه بالتفاعل ديالك التلقائي وبالتفاعل ديالك بكل يعني سبونطاني كما كنقولوا تلقائيه. شكرا لك على الحضور ديالك ونتمنى انك يعني تزيد في المشوار ديالك ان شاء الله، وعلاش علاش لا ان شاء الله تشوفوك فنان عالمي ان شاء الله كتمثل المغرب يعني في تظاهرات عالميه وفي مسابقات اللي كبيره ان شاء الله. تحيه لك السي حمزه، وهذا مثال المغربي ان شاء الله. نتمنى اللي عنده شي فن اللي عنده شي هوايه انه رغم قله الامكانات يحاول انه يبلور وانه يديفلوبي راسو، وان شاء الله راه كما كنقولوا غادي يكون التوفيق. شكرا حمزه على الحضور ديالك. شكرا شكرا لك اخي سعد، شكرا خير اخي رشيد، بارك الله عليكم، وشكرا للجمهور الكرام تبارك الله عليكم كاملين. شكرا ليلى سعيده حياتي. شكرا شكرا شكرا. اذا المرات الاخرى غادي نرجعوا للحلقه ديالنا اللي هي كما اشار الدكتور رشيد اللي هي الهضره في الناس. غادي نمشيو عند السي رشيد، شنو هي الاثار النفسيه على هاد الاشخاص هادو اللي كيكونوا يعني مدمنين على النميمه؟ شو راه نهضروا على الاثار، ما نهضروش على الاثار النفسيه، غادي نهضر على الاضرار النفسيه. اضرار انا كاع ما غنخشيو الاثار، غنهضروا على الاضرار، ولكن اللي تيبقى فيك انه عيب وعار. الناس طلعوا للقمر شربوا قهوه ونزلوا، حنا باقيين تنهضروا في عباد الله. حنايا حنا من أمة اقرا، والمشكل هو لا تقرا، أمة اقرا لا تقرا. الله خلق الكون، وهذا الكون هذا الكون وضع ليه قواعد باش الإنسانية تكون حاضرة بقوة في جميع التحركات ديالنا، وخاصة في العلاقات ديالنا مع أناس آخرين. خاصنا نفرق ما بين الكائن الحي البشر والإنسان، وهذا الأخير اللي هو البشر اسمح لي وهذا الأخير هو البشر البشر فعلا. صعيب تكون عندك الإنسانية، فيه الإنسانية صعيب تكون عندك الإنسانية، حيت فرق كبير، حيت الإنسانية كتطلب بزاف ديال الحوايج، منها الحب ديال الخير للإنسان الآخر، تعامل الإنسان كيف تبغيه يعاملك حتى أنت باحترام، كيف كتبغي الناس يعاملوك خصك أنت تعامل الناس اللي هي الاحترام والآداب و و و و ما خصكش تفرق. ولكن للأسف كاين بشر ولكن ما عندوش الإنسانية. داكشي علاش كندوزو النميمة نخبيو الأغلاط ديالنا، كي كنقولو الجمل ما كيشوفش هذيك
الحديقه ديالو ولا هذا كيشوف غير ديال الاخر، وهذه هي الثقافه ديالنا معروفه. إنما ما خصناش نكذبوا على بعضياتنا، ان باش يمكن نصلحوا واحد المجتمع خصنا نكونوا صريحين مع راسنا وصريحين مع المحيط اللي داير بينا. اما نبداو ننافقوا ونكذبوا على راسنا ونوهموا راسنا رحنا هما امه اقرع وفي الواقع لا تقرا. اسمح لي، كنشوف شخصيا كنشوف الكلام ديال الناس او النميمه هو مرض خبيث، حيت من اخطر الاثار ديالو على المجتمع. اول حاجه كيفرق الاحبه والعائلات، هذو هما الاضرار كنشوفهم اللي خايبين. قطع الارحام والرزق، تمنع حتى التواصل مع الناس. هاد الهضره في الناس راه هدمات البيوت، بيوت على قدهم هدماتهم. شي توصل الهضره كينقزوا بحال شي كونسير ولا شي فيروس ولا شي كورونا. هذه هاد الكلام ولا النميمه تنشر الحقد ما بين الناس. عاد نزيدوا التجسس والتتبع ديال الاخبار ديال الناس اخرين اللي ما شغلكش فيهم، ماش دخلك فيهم انت كاع. هذا هو الواقع. انا كنشوف غير الاضرار ما كنشوفش الاثار. راه كاين الناس اللي انتحروا ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع هاد كثره الهضره. اسف، هذا هو المجتمع، هذه الصوره اللي كاينه هاد المجتمع ديالنا، ما كايناش شي حاجه. فهمت؟ شكرا دكتور رشيد المناصفي. شكرا. واحد نقطه اخرى كنت نقولوا، اللي يعرف عزو كلام الناس ما يهزو، يعني تدخل من هنا وتخرج من هنا. ولكن للاسف كاين اللي كيدخل ليه كتبقى ليه هنايا كيطردك ليه الراس ديالو للاسف. فعلا للاسف الشديد. يعني ككل حلقه المتابعين الاوفياء اللي هما عارفين البرنامج، كيكون عندنا حدث الساعه لهذا الاسبوع هذا، يعني اللي دار واحد الضجه كبيره كبيره بزاف داخل المغرب، اللي هو استقاله او طلب استقاله اللي قدمته الوزيره اللي تعينت مؤخرا اللي هي نبيله الرملي، اللي حطات واحد البلاغ ديال انها كتطلب انها تفهم المهام ديالها داخل الوزاره. وعاودنا عاوتاني شفنا خالد ايت طالب اللي هو كان وزير الصحه، هو اللي كيتسلم هاد 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 كما كنقولوا هاد المهمه او هاد المهمه مره اخرى. يعني دكتور رشيد مناصفي، شنو التعليق ديالك على هاد الحدث؟ التعليق هو باين، ان كيفاش تجيب واحد هذيك تنقولوا بحال اللي داروا لها الصابونه بالدارجه ديالنا بلا ما نبقاو نقلبوا على الفاظ اخرين. ثانيا هي ديجا عندها واحد البوست، عندها واحد المنصب، هذا اللي ما بغاش تفهم ليا في المغرب. كتلقى واحد شد 10 د المناصب، يعني واحد بركه، وخليت 9 ديال الشباب وناس اخرين يشدوا المناصب اخرى. لا شد واحد، شحال من مره هضروا عليها في السياسه بلا ممنوع دير الازدواجيه ولا منصب مع منصب، ولكن فين هي؟ راه شحال من واحد جالس تما كاين اللي هذه 20 30 عام هو جالس في البرلمان، كتلقاه شاد رئيس ديال هذا برلماني هنا، وزير هنا، رئيس ديال العصبه، رئيس ديال التخرميز، هذا شاد كي قلت لك شاد 10 ديال المناصب. زادوا كملوها جابوا واحد السيد اللي ما دار والو، ما كنسماش وزاره الصحه، وزاره قله الصحه. ان الا شتي الحاله ديال السبيطارات وزيد وزيد، ما خصناش وزير، ما عندنا ما نديرو به. هذاك الفلوس ديالو راه ناقصين، راه خصنا نخدموهم في السبيطارات ولا نديرو بهم حوايج اخرى. يعني جايبين واحد السيد فشل في المشروع وجايبو باش يزيد يفشل المشروع. يعني حنا تنقلبو ديما على شي مكلخ اللي غيبقى يسمع لينا ويزيد يهرس لينا هذاك القطاع ولا هذا. دونك ما تيبانش ليا شي نجاح تما. ان ملي تنهضرو على الصحه في نفس الوقت، واكبر دليل ما عندناش حنا وزاره الصحه وعندنا شي حاجه في مستشفيات في المستوى، الاغلبيه ديال الريوسه الكبار ولا الناس اللي عندهم الفلوس ولا هذا، ملي تيمرض كيدعيك حب جا الروح تيش الطياره تيزيد مع الطريق، لا مخير فيهم، قليل اللي تيبقى في المغرب، ولكن الاغلبيه تيمشيو. هذا اكبر دليل بلي راه ما عندناش سبيطارات في المستوى، ما عندنا والو في المستوى. عندنا اطباء في المستوى، ولكن للاسف ما عندهمش الاليات باش يخدموا ومع من يخدموا.
انا ما تنشوفش هذا بعدا كحدث الاسبوع، هذا ما عنديش مهم انا، هذا راه ما جاوبتك هكاك، ما مسوقش ليه. اللي كنشوفوا حدث الاسبوع ديال بصح مثلا، نعطيك جوج ديال الاحداث اللي تبعتهم. واخا راه حنا بلاد على البلاد، راه باقي البلاد كتغلي علينا، كتغلي عندنا في الدماغ ديالنا، حيت بغينا نشوفوا بلادنا تزيد لقدام. للاسف مي كتلقى واحد المسيرين بدون مستوى ما غنمشوش فيه. الحدث اللي تيبان لي حدث الاسبوع هو، اولا نعطيك جوج امثله، اللي هو صديق زيان المحامي زيان والنقيب الوزير السابق، شو التكرفيسه اللي داروا ليه، يعني دخلوا ليه المكتب ديالو وتيسدوا ليه والتخربيق. هذيك اكبر دليل حتى هو على بنادم خاصنا نبقاو نعطيو ليه، نعطيو ليه حتى نفرشخوه، يدخلوا ليه من اي جهه، يعني ما تنجحش ما تحلش فمك ما دير والو. هذا هو واحد اخر. النقطه الثانيه اللي عندي كنشوفها كحدث الاسبوع مهم، هو في الانتخابات الوزراء والجامعات وداك التخربيق خارجين تيتعانقوا تيتباوسوا تيديروا الماكله ويجمعوا ويقيسوا في بعضياتهم ويغمصوا مع بعضياتهم وزيد وزيد وزيد، وانتخابات غادي بحال شي مناش غنقولوا، واول لقاء ديال الوزراء اللي غدار كي داروه، قال لك داروه عن بعد. كل وزير جالس في قناته قال لك تيهضروا عن بعد، زعما كورونا، علاش ما شافوش كورونا قبل؟ هذا هو حدث الاسبوع. كاينه. كورونا ما كايناش. فعلا. ايوا هادشي اللي كاين، راه ديك البلاد راه بلات كتضحك، فهمتي. الله للاسف الله يصوب لكم. للاسف الله يصوب الجميع يا رب. للاسف الشديد. اذا غادي نرجعوا الموضوع، كان هذا واحد الساعه، غادي نرجعوا الموضوع ديالنا ديال الهضره في الناس. يعني حنا كاشخاص كيفاش نقدروا نرجعوا كلام الناس، مثلا الناس اللي كيهضروا فينا والناس اللي كيهضروا علينا ما ياثرش فينا، يعني كيفاش، وعلى الحياه ديالنا. اشوف تنهضر لك من الخبره ديالي. راه قلت سامي دخلت المغرب في 2006، لقيت الناس بزاف تيديوها في الناس بلاص ما يديوها في خدمتهم وليداتهم وعائلاتهم، في الرياضه المشاريع الاحلام ديالهم، وانا واحد منهم كنت كليت شويه العصا من بعد ماشي عن قرب، باقي ما تخلقش لي يعطيني العصا عن قرب. شنو طرا، انا ملي كتدخل كتكون عشتي واحد المده طويله خارج الوطن وخاصه في السويد، وكترجع تيكون عندك التفكير ديالك مختلف، تيكون اللبس ديالك مختلف، طريقة الحياة ديالك كيفاش انت كتعيش مختلفة، يعني كتثير الانتباه، ومن تما تيبداو تابعينك بنادم، بحال تيقوصوا عليك بالنميمة والهضرة، وكل واحد كيحط عليك أفلام وكيجبد عليك أفلام، كل واحد اش كيصنع. هو أي واحد طاح في هذا الموقف ديال بنادم كيهضر عليك وهذا، دير راسك ما سمعتيش، غدير بحال اللي راك شي عاود. اللي شتي الخيل بعض المرات ملي تيكون في لاكورس كيدير السباق ديالو، كتلقى بعض المرات دير اللي بحال ما تيشوفش هنايا واحد اللعيبات، بحال يعني ما كيشوفش هنا ولا هنا، كيكون انا عز عليا الخيل راك تكركب بزاف، فهمت. فينا دونك من نهار عقلت البرنامج تبوري دار كله خيل، دونك تيديروا اللي تيسدوا عليه باش ما كيشوف لهنا ولا هنا، كيشوف غير المستقبل ديالو الامام. يعني اي انسان كنصحو ما تسوقش للبشر، ما تسوقش، شوف غير القدام، لوبجيكتيف ديالك، الهدف ديالك خاصني نوصل ليه، الهدف ديال كل يوم، الهدف ديال كل اسبوع، الهدف ديال كل شهر، ديال 3 شهور، ديال العام، ديال 5 سنين، بحال هكا تكون خدام بالاهداف ماشي بهدف واحد. ما تسوقش لبنادم، وباش تضر هاد بنادم اللي تيهضر عليك، هو غتكون انت ناجح، النهار ديالك معمرو كتوصل للاهداف ديالك، هذاك هو اكبر عذاب غادي دير لاي واحد كيهضر فيك. تقد يكون عندك الصبر، ان باش توصل لواحد الهدف وتسمع لهاد الزبل ولا هاد البخوش اللي كيهضر عليك ولا كيرخي عليك اشاعات، خاص يكون عندك الصبر، وتكون كتفكر بوزيتيف ومركز يعني بقوة، وفي نفس الوقت كتشوف المستقبل ديالك، كتشوف واحد الغد أحسن، وما تستسلمش، ما عمرك تستسلم.
ما تعطيهمش حتى دقيقه، حيت الا هضرتي مع دوك الناس اللي كيهضروا عليك وعمرتي لهم خشي لهم على الهضره بالفن، والنجاح ديالك هو اللي غادي يهرسهم، هو اللي غيعذبهم. وما تطيحش في حاجه اللي كيقول لك شي واحد راني ديبريمي راني هذا راه تيهضروا عليا، لا هما اللي خاصهم يديبريمو ماشي انت. ها انت ديبريميتي كاع اليوم غدا شهر، اشنو هاد لا ديبرسيون غتخرج منها؟ غتعطيك شي حل؟ غتولي بخير نتايا؟ ما غدير والو، غتجيبها هي في راسك. اللهم كامل واصل داك الصراع ديالك مع الحياة، الخدمة ديالك، القراية اللي تدير، الرياضة، النشاط ديالك، خص هذاك القيل والقال تردوا واحد الطاقة اللي غادي تقف تدفعك للقدام ويشوفوا باش هما الإنجازات ديالك يقولوا كيهضروا عليهم ماذا. هذا هو اللي غتقدر، ما تديرش شي حاجة أخرى. إن بعض المرات نعطيك كمثال، أنايا كنكتب أو كنهضر ولا هذا 8 9 ديال اللغات، دونك بعض المرات صعيب عليك تركز تحط واحد الجمله 100% صحيحه بهذيك اللغه، يعني خاصك تكتبها وتقراها وتقراها. بعض المرات كنقدر راسي لشي واحد وما فيا ما نبقى نعاود نقرا كنكتب، حيت بعض المرات قد نكون فكرت بالسويديه ولكن خصني نكتب بالفرنساويه، او كتبت بالانجليزيه وانا فكرت بالفرنساويه او الاسبانيه إسبانية. ولا العربية، او خلطت اللغات باش نخرج واحد الجمله او واحد الجمل لواحد السيد غراسلو ولا سيده، بلاص هذا الانسان اللي كنسميه مكلخ بلاص ما يركز على الفكره او المحتوى ديال الموضوع. اش بغيت نقول لك؟ لا كيمشي يركز لك على واحد النقطه ولا تكتب لك تيقول لك اه هذيك راه خان خصها تكون بحال هكا، او لا راه ما تنقولوش هكا راه تنقولوا هكا. يا المكلخ واش كاتب ليك انا باش تفهمني، ولا باش غادي تقول لي راه واحد النقطه ولا هذه الكلمه راه ماشي بحال هكا ولا هكا؟ يعني هذا هو الصوره ديال المجتمع، بلاص ما كنشوفوا المحتوى كنمشيو لواحد النقطه اللي لا علاقه، وهذاك هو تنشوفه انا كتعبير عن التكلاخ ديال البشر. حيت الانسان الواعي، حتى انا كيكتبوا لي الناس راه النهار كله كيكتبوا لي بجميع اللغات، ما غننتقدش بالعكس كنزيد نتقاتل باش نفهم اشنو هي الفكره، شنو بغى يقول او شنو بغى تقول، وكنجاوبو تانا على قد الحال وكيف ما قديت. اما الا جيت نبقى ننتقد كل واحد بهذيك الطريقه انا ما غنوصلوش، ما غنمشي لحتى شي بلاصه. نعطيك كاع نقطه اخرى باش تعرف بنادم الفكر ديالو على قد حاله. بحال دابا انا واقف وغنوصل شي واحد غنقول ليه شوف القمر، كنعت ليه بالقمر، شوف القمر، شوف شوف القمر، شي منظر زوين بالليل او عجبك المنظر ديال القمر، اش كيدير هو؟ بلاص ما يشوف القمر كيدي يشوف لك صبعك، صبعك او دي يشوف القمر تمتع هو حاضر لك صبعك، باش تعرف هو حد وحد هنا ما كيشيلش بعيد. فاهم، ما عندوش بعد الرؤيه. هذيك انسى ماكينه منعدمه. شكرا صراحه، كتعجبنا الصراحه ديالك، وكاين واحد التفاعل كبير في التعاليق وفي يعني في راه ما شفتهمش انا، غنمشي نشوفهم. فعلا شكرا دكتور رشيد، هنا عطينا النصائح للناس اللي كيتعرضوا لهذه الهضره. دابا الان بغيناك تعطي النصيحه ديالك للناس اللي كيهضروا في الناس، اللي الشغل الشاغل ديالهم هو النميمه في الناس، يعني حتى هما نحاولوا انك توصل لهم شي رساله. شوف النصيحه الاولى هو هو ديها في راسك، ديها في الجهه اللي ضراك، اتقي الله. هذا هو اللي غنقول ليه، راه غدا غتخلي هذه الارض وغادي تحاسب على كل كلمه قلتيها في الظهر ديال اي واحد، اي انسان ضريتيه، وغتحاسب على كل كلمه ضريتي بها اي شخص. واحد يمشي مثلا يعمر الوقت ديالو، يتثقف راسو، شد دير كتاب قراه عمر به الوقت، واخا سيدي ما تعرف تقراها جلس تحنزز وسكت سد فمك باش تموت مرتاح وشابع في الدماغ ديالك، يعني سير تثقف راسك، تثقف راسك. الكلام ما نساوش بلي الكلام راه عنده واحد القوه والسلطه، يمكن دير به بزاف ديال الحوايج زوينه وبزاف ديال الحوايج خايبه. على الاقل كل واحد كتلاقاه في الطريق ديالك تقول ليه غير السلام عليكم، او غير مي يشوف في عينيك يعطيه واحد الابتسامه، ولا عطاه واحد الابتسامه ديال الاحترام.
ماشي شي، على الاقل دير غير هذه اللي درناها هذه كل نهار، يتلاقى شي واحد السلام عليكم صباح الخير، راه غادي نخلقوا واحد المحبه وبزاف د الحوايج. وملي تكون طالع يعني غادي في الحياه ديالك ولا هذا، او عند راسك راك طالع، كون محترم وزوين مع دوك الناس اللي كتلاقى وانت طالع، حيت واحد النهار غتقد تجي على راسك ولا غتغضب وغتبغي هادوك الناس اللي كنتي كتلاقى وانت طالع يتهلاو فيك ويهزوك ويقفوا في جنبك. اما لك كنتي وضع حرام وخدام عليهم بالنميمه والهضره الخايبه وهما كونفيرمي عارفينك راك انت راه غادي تطيح، راه ما كاينش اللي يهزك، والله ما يهزك. وهذا قبل ما تتكلم عن الناس، خاص واحد يفكر في الكلام اللي غادي يخرج. الا كان كلام فيه الخير تفضل مرحبا بدا تهضر، ولا كان الكلام فيه الشر وسد فمك خلينا نرتاح، وراه قهرتونا بالهضره. ودوك اللي كيحلوا تنقولوا ودنيهم وكي كيبداو يزيدوا في خرات، كيبداو يسخنوا لهذوك اللي كيجيو يعاودوا لهم، حتى هما يمشيو يقلبوا لهم على شي ما يدار، او يتقفوا راسهم شي شويه وليعمروا الوقت ديالهم شي حاجه اللي غترجع عليهم وعلى عائلاتهم بالخير، خير ديال الحلال. احسن علاج ديال النميمه هو نرفضوا كلنا، نبقاو نسمعوا لهذوك اللي كيجيو يعاودوا لينا على الناس، يعاودوا لينا الشر، نسدوا عليهم الباب. يجي عندك شي واحد يقول لي اسمح لي ما تعاود لي، ما باغيش نسمع، ما توصلش ليا الهضره. نقدو نعطيوهم نصائح، نقدو نوعيهم، حيت هذاك راه مرض. نذكروهم بالعقاب يوم القيامه، اش كيطرى لصحاب النميمه اللي كيوصلوا الهضره، والاضرار اللي كيتسبوا فيها شحال من واحد ديال الناس. راه كي قلت راه شحال من واحد انتحر، ما قدش، ما عرفش كيفاش يتعامل مع الناس. النمام كنشوفو انا شخص انسان مريض وخاصو العلاج. ملي تحس انك غتهضر في ظهر الناس بواحد الشر، قول على الاقل قول يا استغفر الله العظيم، وارجع اللور وفكر في الكلام اللي غادي تقول، اما غتسد فمك ولا غتخرج شي حاجه وحده اخرى زوينه. هادو هما النصائح اللي نقول لهم ونتمنوا يديروا بهم. شكرا الدكتور رشيد المناصفي على هذه النصائح ديالك. شكرا للضيوف الكرام اللي كانوا معنا، الاستاذ ديالنا رشيد المناصفي وايضا الاخ حمزه. اذا الان غادي ندوزوا للفقره ديال اسئله الجمهور، يعني اللي دائما كتكون معنا في الحلقات. غادي نستقبل بعض الاسئله ديال بعض الاشخاص اللي كيكونوا دائما مواكبين معنا الحلقات. معنا الاخ جمال كيقول: واش عمرك تعرضتي لهذا النوع ديال الافعال؟ شوف، قلنا نشدو لك سؤال سؤال، نجاوبو على كل سؤال ونكملو ياك. هذاك سؤال كان ياك. سؤال فعلا ديال الاخ جمال. النبي صلى الله عليه وسلم ما زقلوش من النميمه والهضره، عاد غيزقلوني انا؟ وبطبيعه الحال راني تعرضت لبزاف ديال الهضره والخوى الخاوي، ولكن ما كنتسوق، نعرف راسي علاش واقف، وعارف راسي اش كنسوى عند راسي. عندي ماضي وعندي حاضر وعندي مازال مستقبل، كيت هذاك اللي جالس كيهضر. شكرا الدكتور رشيد مناصفي. هذا كان الجواب على السؤال ديال الاخ جمال. معنا الاخت مريم تقول: علاش ما كملتيش مشروع لم شمل مغاربه الدول الاسكندنافيه؟ السؤال شنو هو؟ ما سمعتوش مزيان. الاخت مريم كتقول لك: علاش ما كملتيش مشروع لم شمل مغاربه دول الاسكندنافيه؟ اوكي، هذيك كانت محاوله، ما غنسميوهاش بفاشله وما غنسميوهاش بناجحه. راه باقي تنهضروا على العصاف الرويضه والعراقيل، ان دائما كاين شي وحدين ما تيبغيوش المغاربه يتجمعوا. وهذيك نيت النميمه، حنا مزيان هذاك السؤال نيت، ان النهار اللي حاولت نجمع المغاربه جمعتهم على اطار غيتجمعوا على مشروع، ماشي جمعيه ولا شي، غيتجمعوا على مشروع واقف بذاته.
للاسف كان السابوتاج من عند شي وحدين، الله يسمح لهم، ما عندنا ما نديرو. هذا هو العقليه وهذا هو الموضوع ديال اليوم، هو النميمه والهضره في الناس والتخربيق. من بعد شفت بلا بزاف ديال الطاقه كتمشي، من الطاقه كتمشي في خوا. كان السلام عليكم، نديها في حياتي، نديها في عائلتي، ونديها في مستقبلي، قرايتي، خدمتي ومشاريع ديالي، ولا نضيع الوقت ديالي. مي انا اي واحد بغى يدير اي مبادره عنده الدعم المعنوي 100%، مي انا شخصيا ما نضيعش الطاقه ديالي مازال. شكرا دكتور رشيد مناصفي، هذا كان جواب للسؤال ديال الاخت مريم. معنا الاخ عيسى، كيقول لك يعني اشنو الراي ديالك في بعض النصابه اليوتيوبرز اللي كيسعاو فلوس باش كيعالجوا المريض، يعني هذاك الشيء ديال العدل الاحساني ولا ما عرفتش كيسميو. شكون ما باينش السؤال، ما سمعتش مزيان. كيقول لك اشنو الراي ديالك في بعض النصابة اليوتيوبر، يعني دوك اللي كيديروا فيديوهات ديال اليوتيوب والفيسبوك، كيسعاو فلوس باش كيعالجوا المريض، يعني داخل الحسن العمومي. فهمت. وشوف، هو ما غنمكنش نعمهم كلهم نصابة، كاين نصابة وكاين اللي تيدير الخير بصح. صراحة أنا شخصيا أنا ضد هذاك النوع ديال السعاية، ما لقيتش ليه شي كلمة أخرى. النوع ديال السعاية انه اول حاجه تزيد يفضح العيوب ديالنا في العالم، هذه وحده. هذاك تنقول هذاك ديال باش نجمعوا او نسعاو ونساعدوا شي انسان، الله يحسن العوان. كنفضل انا هذاك الانسان اللي متضرر هو يحاول براسه يقلب على شي مساعده من عند ناس اخرين او شي حاجه اخرى. هذاك عاوتاني، هذاك راه العمل ديال وزاره الصحه او وزاره قله الصحه، هي اللي خصها توفر هذوك المساعدات او العمليات او اي حاجه المواطن غيحتاج ليها. هذا من جهه. جهه اخرى، كاين كي قلنا شي يوتيوبرز اللي كيجمعوا الفلوس وهذا، انا تيبان لي هذاك الشيء ما خصوش يكون عندنا صراحه. ان اول حاجه غنشوف هذاك شخصيا، انا كيفاش كنشوف، اول حاجه كنشوف هذاك اليوتيوبرز شكون هو، شنو كيدير، خدام، عنده فلوس، عنده قرايه، عنده شي مستوى دراسي، وعنده الوقت يمشي يبقى يدور ويدير اشهار، يعني ما كيدير والو. انا هذا هو التفسير ديالي والفهم ديالي. اذا كان واحد كيمشي يدق ولا يقلب ولا يدير فيديوهات ويغوت ويجمع الفلوس ويفرق، يعني ما عنده ما يدير. واش من ضمان عندي انا راه كيجمع دوك الفلوس كلهم وتيعطيهم لذاك الانسان ولا هذا؟ هو راك عارف من تيكون الفلوس راه ديما تيكون الخواض باي طريقه. من الاحسن وزاره الصحه خاص هذاك الجهد اللي غيتعطى باش نجمعوا الفلوس، نمشيو نديروا مظاهرات في وزاره الصحه، او نهزوا هذاك الانسان المريض ونديوه نحطوه لهم ونلزموا عليهم يعالجوه، ماشي نبقاو نسعوا الفلوس والعالم كله كيشوفهم، اللي كيحسبوا فوق الطبله، اللي تيمد لواحد حشومه. ما جاتنيش انا الصراحه. فعلا كان هذا الجواب على هذا السؤال. هذا معنا الاخ مهدي منصور، يقول ما هي اسهل طريقه للتواصل معك قصد الاستشاره؟ اسهل طريقه هو الايميل، كنجاوب تقريبا كاع لي زيميل اللي قديت عليهم. او واحد كيدخل الصفحه ديال mindfactoryofsweden.com، اسهل اسرع طريقه. ديك الساعه كيوصلوا عند الناس لي زيميل كيجاوبوني، تيعرف زعما كيعطيوهم ليا بالزربه، كاين اللي كيأسيستي هذاك السيت اسهل. شكرا. معنا الاخ يوسف، حتى هو كيقول لك علاش ما كتستعنش في الكلام ديالك بآيات ديال القرآن او الاحاديث؟ علاش ما كنستعنش بالقرآن او بالاحاديث؟ اول حاجه انا ماشي رجل الدين، يلا تنفهم في الدين ديالنا والقران وهذا على قد الحال، يعني باقي امي في هذاك المجال. ما تنساش بلي راه حنا كلنا اميون في مجالات مختلفه، ما كاين حتى شي واحد اللي تيقول لك راني تنعرف راني واعر. يمكن واعر في الدومين ديالك، ولكن ما يمكنش تكون واعر في جميع الدومينات ولا في جميع الخدمات ولا اش غنسميهم. شخصيا انا باقي امي في المجال الديني، يا ربي نتقاد على مع داكشي اللي كندير. يعني ثقافتي في الدين محدوده،
وما يمكنش نبدا نستعمل كلام الله وكلام الدين او الاحاديث وانا براسي ما متمكنش منهم. وما تنساش بالله بعض المرات راه كتقرب كتستعمل شي حاجه غلط ولا ما تتحقاش هي هذيك تيخرجوا لك شي سبوعه مع اللي تيولي واه ما شنو درتي لهم هما مساكن. وهذاك تيكون مشكل في التفكير والحوار و و و هذاك الشيء علاش انا عاطي القران بالثقه. داكشي بيني وبين الله ما بينيش بين البشر. فعلا فعلا دكتور رشيد مناصفي، كانوا هادو مجموعه ديال الاسئله ديال بعض من المشاهدين الاوفياء كفقره اسئله الجمهور. كنشكر جميع المتتبعين اللي كيشاهدونا. كلمه اخيره للجمهور او المشاهدين اللي كيتبعوا الدكتور رشيد مناصفي واللي دائما يعني دائما كيكونوا متحطشين للمواضيع اللي كتناقش. كلمة أخيرة، عاش المغرب. أولا نسينا اليوم باش ما تقولوش راه نسينا المغرب. المغرب راه في الدم، هو اللي كيجمعنا، يعني راه ديما مغاربة. علاش كنديروا مواضيع حساسة؟ إن كنغيروا على المغرب ديالنا، على المغاربة، بغيناهم يزيدوا لقدام، بغيناهم يتفتحوا في الوعي ديالهم، بغينا المغرب يولي بلد في المستوى، ماشي بلد كله عامر مشاكل للأسف. لما نقاون نكذبوا على راسنا. اخر كلمه هو الله يهدينا لبعضياتنا ونعطيو الثقه لبعضياتنا. بركة من الهضره الخاويه، بركة من الطحن فيا، طحن في هذا، طحن في الاخر، كل يديها في راسه بحال شي فكرون. دخل داك القصديره ديالك واش كيسميوها واسكت وتكمش الاكتوار. خرج تقرا، خدم بحال عباد الله، دير مشاريع وخلي هذاك الشيء يهضر عليك. اما تبقى بلا بلا وكنطلب من الناس اللي كيجيو عندهم صحاب البلا بلا النميمه واللي سكت قارن غير هذاك اللي غتهضر عليه، شوف فين هو واصل ولا شوف فين هي واصله ولا شنو دايرين. ترى باقي ولدي هنا باقي كتهضر لي على الدريه الحمص. شكرا دكتور رشيد. حنا كان حصلنا الشرف اننا كنقولوا نتاثروا معاك. الحمد لله. شكرا للضيوف الكرام وشكرا للجمهور الكبير اللي كيشاهدنا. الى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا.